مرض الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك مرضاً عرف أنه سيموت منه، فقرر أن يبحث عن الرجل المناسب ليتولى أمر المسلمين من بعده، واستشار في ذلك التابعي الجليل رجاء بن حيوة. تفضل ادخل يا رجاء. شفاك الله يا أمير المؤمنين وعافاك. بل هو الموت يا رجاء، ولذا دعوتك فأشر علي. في أي أمر تريد الشورى يا مولاي؟ في أمر الخلافة، من تراه يصلح للأمر من بعدي. هل أعهد بالأمر لأحد أبنائي؟ كيف يا مولاي؟ ولدك الصغير لا يمكنه تحمل مسؤوليات الحكم، إنه ما زال صبيا، وداود في القسطنطينية، ولا ندري أحي هو أم ميت. من أولى إذن؟ من؟ الأمر لك يا مولاي، وما أنا إلا مستشار. فما قولك في عمر بن عبد العزيز؟ هو والله خير فاضل مسلم يحب الخير وأهله. صدقت يا رجاء، صدقت، لكنني أخشى ألا يوافق إخوتك على ذلك. إذن فهو يزيد بن عبد الملك أخي. ستولي يزيد يا مولاي؟ بل سأولي عمر بن عبد العزيز، وسأجعل يزيد واليا للعهد من بعده، فهذا حل يرضيهم ويرضيني. نعم الرأي يا مولاي. اكتب إذن ما سأمليه عليك يا ابن حيوة، ثم اختمه بخاتمي هذا. قل يا مولاي. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من عبد الله سليمان بن عبد الملك لعمر بن عبد العزيز، إني قد وليته الخلافة من بعدي، ومن بعده يزيد بن عبد الملك، فاسمعوا له وأطيعوا، واتقوا الله ولا تختلفوا فيطمع فيكم عدوكم. هذا كتاب أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك، فيه عهد لمن يتولى الخلافة من بعده، وقد أمرني الخليفة أن آخذ منكم البيعة لمن في هذا الكتاب. سمع الله يا أمير المؤمنين. يا رجاء، أخبرني بمن كتب له الخليفة بالأمر من بعده، فأنا أخشى أن يكون قد اختارني أنا. والله لا أخبرك، إنها أمانة. أخبرني يا ابن حيوة بمن عهد له الخليفة بالأمر، فليس أحق بالخلافة مني أنا، هشام بن عبد الملك أخو الخليفة سليمان وابن الخليفة عبد الملك. لا والله يا هشام، لا أخبرك بشيء ولا أفرط في الأمانة التي حملتها. ترى لماذا جمعنا رئيس الشرطة؟ لا أدري، الغريب أن إخوة الخليفة سليمان وأهله موجودون معنا. أيها الناس استمعوا لي جيدا، بايعوا لمن في هذا الخطاب؟ بايعنا. بايعوا مجددا. بايعنا. أيها الناس، أيها الناس، لقد توفي اليوم أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقرأ رجاء على الناس ما أملاه سليمان بن عبد الملك، وكانت مفاجأة للجميع أن يولي الخليفة سليمان عمر بن عبد العزيز خلفا له.
وكانت مفاجأة أكبر لعمر نفسه. لقد بايعتم لمن في هذا الخطاب، وبهذا صار عمر بن عبد العزيز أميرا للمؤمنين. تقدم يا أمير المؤمنين فاخطب في الناس. أيها الناس، أيها الناس، إني قد ابتلاني الله بهذا الأمر دون علم مني أو إرادة، ولم أكن لأطلبه أبدا، وقد أعفيتكم من بيعتي، فبايعوا من شئتم. بل نبايعك ونرضى بك. إذن قدر الله وما شاء فعل. اعلموا أيها الناس أنني لم أنل شيئا في حياتي إلا وطمعت لما هو أعلى منه، وبما أنني أعطيت الخلافة فأنا أطمع لما هو أعلى منها وهي الجنة، فأعينوني عليها يرحمكم الله. أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. والآن لنذهب لدفن أمير المؤمنين رحمه الله. كان عمر بن عبد العزيز حريصا منذ اليوم الأول لتوليه الخلافة على فعل ما يرضي الله جل وعلا وتجنب ما يجلب سخطه سبحانه. لقد انتهيت من دفن الخليفة سليمان رحمه الله، والناس ينتظرونك لتخطب فيهم خطبتك الأولى. إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمك الله يا أمير المؤمنين، حملتني ما لا طاقة لي به. ما هذا؟ ما هذا الصوت؟ ما الذي يحدث؟ إنه موكب الخلافة يا مولاي، جهزناه لك لتتنقل حيث تريد. ليس لي شأن بهذا الموكب ولن أركبه. أحضروا لي بغلتي فإنها تكفيني. أنت رئيس الشرطة؟ نعم يا مولاي، وأنا هنا مع جنودي لحمايتك. ليس لي بك ولا بجنودك حاجة، ما أنا إلا رجل من المسلمين، أذهب وأجيء كما يذهبون ويجيئون. خذ جنودك هؤلاء وانصرفوا. أمر مولاي. وهكذا بدأ عمر بن عبد العزيز خلافته بين الناس ومعهم، ليصبح من أعدل الخلفاء الذين عرفهم التاريخ الإسلامي وأكثرهم زهدا. أترى لو أقمت هنا هل سأتمكن من العدل بين المسلمين؟ وما الذي يمنع مولاي من العدل لو أقام هنا؟ لأنني أيها الوزير سأكون في نعيم وطرف، فكيف سأشعر بالفقراء من رعيتي والمساكين منهم؟ لا، سأقيم في داري. ليس الخليفة أفضل من غيره من المسلمين، ولن أسكن في قصر إلا لو كان لكل فرد من المسلمين قصر مثله. ما أعجب ما يصنع. لو كان صادقا في كلامه فسنرى في عهده ما لم نره من قبل. كم أتمنى أن يكون صادقا. منذ هذه اللحظة لا يمكن أن أرتدي ملابس ناعمة أو فاخرة، ليس باستطاعة كل المسلمين أن يرتدوها. سألبس هذا الثوب الذي يمكن لأفقر فقراء المسلمين ارتداؤه. حان وقت الزهد يا عمر، يا خليفة المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. والآن يمكنني أن أبدأ خلافتي بنفس مطمئنة، ولكن كيف تطمئن نفسي وكل أمور المسلمين معلقة في رقبتي؟ ليس بالثوب وحده تطمئن يا عمر. من الغد إن شاء الله سأرى مظالم الناس وشكاواهم وأفصل فيها بحكم الله. من الطارق؟ أنا عبد الملك ولدك يا خليفة المسلمين. ادخل يا عبد الملك. ما هذا؟ هل أنت نائم يا أمير المؤمنين؟ نعم، وقد تعبت اليوم ولم أعد أحتمل. هل ستنام يا أبي قبل أن ترد مظالم المسلمين؟ كان اليوم مرهقا يا عبد الملك، وقد عزمت أن أجلس إلى الناس غدا بعد صلاة الظهر لأسمع شكاواهم. وما أدراك يا خليفة المؤمنين أنك ستعيش حتى تبلغ الظهر. صدقت يا عبد الملك، صدقت. الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يعينني على ديني. هيا هيا بنا يا ولدي. وهكذا ودع عمر بن عبد العزيز حياة الرفاهية ليبدأ حياة الزهد والتقشف، رافضا كل أسباب الراحة التي قد تلهيه عن واجباته كخليفة للمؤمنين. وبدأ فورا من لحظة توليه الخلافة ينظر في شكاوى الناس ويستقبل مظالمهم ليصبح نموذجا لما يجب أن يكون عليه خليفة المسلمين وولي أمرهم.